تتنافس الحناجر هنا للظفر براكب مستطرق منذ الصباح، وهذه المقاعد الخالية تنتظر أن تشغل، لكن لا أحد إلى الآن. حلت الظهيرة واضطر بعض السواق إلى المغادرة، فلا خيار أمامهم بعد أن طال الانتظار، وبدأ الراكبون الذين حصلوا عليهم بشق الأنفس بمغادرة السيارة. حولونا هنا على الجراج، جابونا على الجراج، ماكو لا شغل لا عمل بالجراج، يعني فارغ نروح فارغين نرجع فارغين. واي انقاذ قدامنا، كل شيء ماكو، لا نفرات لا كل شيء ماكو. نمسك سيرة من الصبح نطلع لو درب لو دربين. احنا نطالب من الحكومة العراقية انه تعوض هاي الناس ورجع سوق باب الطاب نفس ما كان قبل، حتى العالم كلها تشتغل. يعني انت تقبلها بالله عليك تقف من الصبح إلى الظهر بدرب واحد؟ عشرات من هذه المركبات تم نقلها مؤخرا بقرار من الحكومة المحلية في نينوى إلى مرآة باب الطوب بغية إعادة الحياة إلى مركز المدينة النابض، لكن الاستياء من هذا القرار كان واضحا على الجميع، خصوصا وإن الدمار يؤثث مفاصل هذا المكان. كان لابد أن يكون لدينا موقف، وتم عقد اجتماع في قائم مقامية الموصل مع النقل الخاص وبلدية الموصل وأيضا مديرية بلدة المرور، وتوجهنا إلى حل هذه المشكلة وعودة طبيعية لتنظيم الحياة للنقل الخاص في مدينة الموصل، وقمنا بحملة كبيرة لإعادتهم. جملة من المطالبات تزاحمت أمام كاميرا زاغروس، معظمها منطقية، في مقدمتها إعادة الدوائر الحكومية إلى أيمن الموصل وترحيل جميع عربات الخضار وإعادتها إلى باب الطوب، تلك التي تتناثر في شوارع الموصل بشكل عشوائي، لتعود معها الحركة ويعود كل شيء إلى نصابه. سوق الجمعة كان هنا هو متواجد بالكوكجلي، ولا حد يقول لي راح يجيبون سوق الجمعة هنا من الكوكجلي وعنده اكو جهات مستفاده غادي من تجي من تجي هذوك اهل البسطات يجون على باب الطوب، اهل كوكجلي ينظرون، شوف من المسؤول على كوكجلي ينظر، بس اذا يجيبوهم هنا اهل البسطات البيع المباشر العرباين البسطيات من تفتحين تصير حركه. احنا من الثمانيه واقفين هنا، هاي الساعه الساعه 2:30 2:30، وهذا النفر دحق بزع النفر، شوف نزل دحق الله وكيل، شنو نحمل نحمل حجر، جابونا هنا على ناس وناس، ناس تعبر هناك وناس احنا هنا، يعني شوف الساحه فارقه ماكو، بس احنا السواق، بس احنا هنا السواق وما مستفادين كل شيء. قبل النفر يركب ب 500 الى مكان ويوصل ب 500 دينار، هسه يركب من قارب 500 ويجي هنا ب 500 1000 دينار، العالم ما عندها واحنا ما عندنا، طبعا العالم ما راح تطلع. ويرى مراقبون أن إعادة الحياة إلى مركز مدينة الموصل يتطلب خطة مدروسة، فسلسلة المنفعة المتبادلة قد قطعتها الحرب وبعثرت أجزائها، فإعادة وسائل النقل إلى هنا ليس كافيا، خصوصا وإن المكان مدمر ويكاد يكون شبه مهجور. من الموصل محمد طلال، زاغروس تي في.